طلبت قوات سوريا ديمقراطية ذات الأغلبية الكردية من السلطات في إقليم كردستان العراق تسليم جثامين عناصرها الذين قتلوا جراء تحطم مروحيتين في الإقليم. وأوضحت قوات سوريا الديمقراطية أن 9 من عناصرها قتلوا في الحادث بينما كانوا في طريقهم إلى الإقليم لتبادل الخبرات الأمنية والعسكرية. وكانت المروحيتان سقطتا في 15 من مارس الجاري بسبب الطقس السيء وفق بيان قوات سوريا الديمقراطية. ينضم إلينا من أربيل مراسلنا هيوة عزيز. هيوة أهلا بك. يعني ما الذي ترصده من تحركات الإقليم في إطار هذا الحادث؟ نعم مرج، بداية لابد من الإشارة إلى البيان الذي صدر بعد وقوع الحادث بعدة ساعات من جهاز مكافحة الإرهاب هنا في إقليم كردستان، والذي أشار بوضوح إلى سقوط مروحية واحدة ومصرع 7 أشخاص كانوا على متنها بالقرب من حقل نفطي في منطقة شمانكي شمال شرق محافظة دهوك في أقصى شمال إقليم كردستان. ولكن بعد الحادث بعدة ساعات صدر بيان من قوات سوريا الديمقراطية يشير إلى سقوط مروحيتين ومصرع 9 أشخاص كانوا على متنها، من بينهم قائد جهاز مكافحة الإرهاب في قوات سوريا الديمقراطية شربان عبدي، وهو أحد المقربين من قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي. جهاز مكافحة الإرهاب أشار إلى أن جثث الذين كانوا على متن الطائرة وهم 7، جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم أقصد، الآن جثثهم متفحمة وتحت يد قوات البيشمركة. ولكن قوات سوريا الديمقراطية تقول إنهم 9 أشخاص وكانوا متوجهين إلى مدينة السليمانية لتلقي التدريبات هناك. إذن هناك تساؤلات حول غموض هذه الحادثة الغريبة من نوعها في إقليم كردستان، تدور حول نوعية هذه الطائرات ومن أعطى هذه الطائرات لقوات سوريا الديمقراطية، ولماذا كانت متوجهة إلى السليمانية، وإذا كانت متوجهة إلى السليمانية لماذا مرت عن طريق مدينة دهوك وفي منطقة شمانكي تحديدا حيث تدور المعارك بين تركيا وقوات حزب العمال الكردستاني، ولماذا لم تمر عبر أربيل باتجاه السليمانية علما بأن المحافظتين على امتداد خط واحد مع الأراضي السورية. إذن هناك تساؤلات وهناك غموض حول ملابسات هذه القضية، ولكن حتى اللحظة لم يتم تسليم جثث الذين لقوا حتفهم على متن المروحيتين إلى الجانب الكردي في سوريا. شكرا جزيلا لك من أربيل مراسلنا هيوة عزيز.